هناخد 9. 9 مباراة بذكرى سيئة كنت تتمنى انك ما تخوضهاش؟ تقول يا ريتني ما كنت لعبت المباراة دي. الاهلي والاسماعيلي. الاهلي والاسماعيلي سنة كام؟ 2003 2004. خلصت كام المباراة دي؟ كانت البطولة العربية خلصت 4-4 الاسماعيلي. كان جون اوتاكا بيلعب في الاسماعيلي وقتها. كان جون اوتاكا وكان بركات. اسلام وبركات وعماد وكان في المجموعه اللي هي كانت موجوده عندنا حاليا. كان امير عبد الحميد الجول. من ضمن المواقف اللطيفه يعني والظريفه بعد ما دخل الجون الرابع فانا عيني جيت على الساعه. عايزه تخلص، عايز اشوف فاضل قد ايه. احنا خدنا 4. فاضل قد ايه؟ فبص على الساعه لقيت فاضل 25 دقيقه. يا نهار ابيض. قلت بس النهارده اليوم ده مش هيطلع له نهار اسود. يوم اسود من اوله لاخره. وانت نفسك 4. كان نفسي الارض تتشق وتدلعني يعني بصراحه. لان كان موقف صعب جدا علينا. بالنسبه لي انا يعني 4 ده والنادي الاهلي كبيره جدا يعني طبعا. وقبلها كنا كسبانين الاسماعيلي في الدوري رايح جاي يعني. لا انا فاكر المباراه دي كمان من اول دقيقه الاسماعيلي دايس يعني دايس على الفرقه، دايس بالكوره بلغه الكوره يعني، انه هجمات كتيره قوي على مرمى. هو كريم كان معانا مستر اوليفيرا في الفتره، هو ده كان اخر ماتش ليه. هو الراجل ما تفهمش ايه التشكيل اللي عمله ده يعني. لقيت نص الملعب شيتوس وسيد عبد الحفيظ يعني، ما فيش ديفندرات كلها هافات. ده مش تقليل من شان كابتن سيد عبد الحفيظ او كابتن الرياض. لا الناس بتشتغل هجومي حلو قوي، لكن دي الناس بتشتغل هجومي بس. مين اللي هيدافع؟ فلقينا علينا تطار بيجي من نص الملعب على المدافعين على طول، مفيش نص ملعب اصلا. فكله جاي طبعاً. واحد في الثاني في الثالث في الرابع. قلت بس كده احنا مش هنطلع النهارده من هنا. النتيجه دي هتبقى فضيحه وبتاع. وفضل 25 دقيقه. فبقول لامير، امير فضل 25 دقيقه، اقع اعمل اي حاجه، ضيع لنا الوقت. خلاص بقى انت يعني الموضوع مش يومك. فعايز تعدي الوقت باي شكل يعني. بتحصل. طبعا اكيد. ولما بتيجي تخسر بقى تقول لي كفايه 4 يعني. بالظبط يعني. انا فاكر يوم ماتش الاهلي وصن داونز السنه اللي فاتت 5، حتى انا بتفرج على الماتش كنت بقول ايه لسارتي، خلاص انت اليوم مش بتاعك. خلي اللعيبه تهدى، ما تهاجمش بقى عشان ما يخش فيك اهداف كتيره يعني. صح يعني، ده برضو فكر يعني، مش حاجه قليله. لا ممكن يبقى اليوم يوم اوف بتاعك. افتكر ماتش بس انا يمكن ما كنتش فيه، ماتش السعوديه ومصر بتاع بطوله القارات. طبعا يعني اضطرت في ماتش المكسيك فما لعبتش الماتش الثاني ده. فكنت قاعد على الدكه ايه قريب من الجهاز كده يعني. فالماتش خلاص هرب مننا. وكابتن جوهري يمكن عايز اقول لك ان هو شرح المباراه دي قبلها اكنه شايفها، موضوع الطرد كل حاجه والنرفزه والعصبيه وي وي وي، لان النتيجه بقت كبيره. اما مكلم الكابتن فكري صالح قال له روح لعصام قول له يهدى، لان عصام برضو الحماس كان واخده واحنا خسرانين 4 ولا 5 عايز يلعب بسرعه وعايز يجيب الكره بسرعه. وقال له بيجيب الكره بسرعه ليه؟ احنا خلاص وناقصين 2 لعيب، هنعمل ايه؟ ما برضه عصام الحضري ما ياخد باله. يعني 9 مش هيعملوا حاجه، مش هنعدي النتيجه. يعني المفروض كان كابتن عصام الحضري وقتها ياخدها لوحده.